لا حاجة في يعني حاجة Another thing is one game they played by two teams. الحاجة التانية ماتش بتلعب بفريقين. In one game, one team can be better than the other one. ممكن في ماتش يبقى فرقة أحسن من فرقة. And the smallest one can win to the biggest one. وممكن الفرقة الأصغر تكسب فرقة أكبر. In the half time of this game, this final. بين الشوطين يعني في النهائي ده. Berkane is smallest than us as a club and they won. نادي بركان أصغر كنادي لكن كسبوا. Please don't misunderstand my words. I'm not saying that they are a bad team. I think all of you agree. Zamalek as a club, as a fans, is bigger than Berkane. أنتوا كلكم توافقوا إن نادي الزمالك أكبر من نادي بركان. You don't agree with this? No, no, no. Sorry, I'll ask you a question. Please, it's not a dialogue between you and him. Okay, you follow my instructions, please. Okay, please. So give the microphone to him. Does playing in front of your fans put pressure on you in this match? The pressure is a natural thing when we play in this level and when you achieve the final. الضغط ده حاجة طبيعية لما نلعب في الليفل ده. You are always under pressure. ولما نوصل للنهائي دايما نبقى تحت الضغط. Of course, we play in our stadium and we will be under our expectations of our fans. طبعا احنا بنلعب coming from a defeat of 2-1. وهتبقى جايه ومتاح مع الجمهور بتاعنا وجايه بخساره 2-1. Half time of the match. زي ما هو قال ان ده بين الشوطين للنهائي. Need to go there and show. محتاجين هنروح بس ننزل الملعب. Not just with words. ونوضح مش بس بالكلام. Better and good for our fans. ونعمل حاجه كويسه للجمهور بتاعنا. You want your black shirt there. In black shirt. محمد مطور القاهرة 24. كل الأمنيات بكرة نادي الزمالك إنه يحقق البطولة. سؤال لمستر جوميز وسؤال لعمر. يعني مستر جوميز أكيد حضرتك ليك حرية اختيار القائمة اللي شايفها الأنسب، ولكن شفنا محمود علاء جاهز بقاله فترة، هل في سبب مش موجود معاك في الفترة دي؟ والسؤال لعمر جابر، يعني كنت لمحت على نتيجة مباراة الذهاب، انتوا كلاعيبه وصل لكم النغمه للبعض بيحاول يرددها سواء جزء من الجمهور او الاعلام ان المباراه نوعا ما هتكون اسهل بحكم الهدف اللي جبناه واسبقيه انك بتلعب على ارضك ووسط جمهورك في لقاء الاياب، فانتوا بتتعاملوا ازاي مع النغمه دي او الكلام ده وصل لكم ازاي؟ So about Mahmoud Allah and other players that are out of the list, it was my choice. I decided to pick this central defender. بيقول يعني محمود علاء واحد من اللعيبه اللي طلعوا بره الليستة او القايمه وهو ده قراره. محمود علاء is technically excellent player. محمود علاء فنيا لعيب كبير جدا. And hopefully he will get his physical condition in the level that he deserves to be a real option to Zamalek. وان شاء الله يوصل للجزء البدني اللي هو يبقى لعيب موجود في قايمه الزمالك. No, I told you it's one question per round. Please give the microphone to the lady. السلام عليكم. أنا لمدة الموقع كالفي العربي. بالتأكيد نحن جميعا نعرف أن خروج لقب من مصر أو من ملعب مثل استاد القاهرة يعني هو صعب. هل أنتم كمدرب يعني تحاولون تدبير إعداد المباراة النهائية وتحاولوا يعني تبعدوا اللاعبين عن فكرة أنهم حسموا اللقب؟ ونفس سؤال اللاعب. If we
we think like that, لو احنا يعني فكرنا بالطريقه دي we lose the final. نخسر النهائي. We must respect striker. لازم نحترم نادي ظهر البركان. We must respect what they did, the way they played. ولازم نحترم الطريقه اللي هم عملوها والطريقه اللي لعبوا بيها. They have a lot of strong points. وعندهم نقاط قوه. If you think because just because you play at home you already won the final. لكن لو احنا هنفكر ان احنا عشان بس بنلعب عندنا في ارضنا ان احنا كسبنا فاينل we lose. هنخسر. I know that it will be very important the support of our fans. مهم جدا الجمهور بتاعنا بتاعهم support extra energy we can say. بدون طاقة إيجابية أكبر. But the players inside the pitch. لكن اللعيبة جوه الملعب لازم تشتغل الشغل بتاعها صح. The two last questions, one for the player and one for the coach. Just behind there.